السؤال، هل اليهود أعطى الناسوت قوة احتمال الآلام وقت الصلب مثلما يعطي الشهداء الذين تألموا وأخذوا قوة احتمال؟ طبعا الشهداء لولا القوة اللي أخذوها ما كانوش يحتملوا الأنواع الشديدة جدا من التعذيب. يعني السيد المسيح طبعا لاهوته اللي ما يفارق ناسوته، لكن هو تحمل الآلام وحده، ولذلك قال جزت المعصرة وحدي ولم يقف معي أحد. ما فيش شك ان اللاهوت كان بيساعد الى حد ما، لكن ليس لمنع الالم او لتخفيف الالم. فهو لما قال الهي الهي لماذا تركتني، يقصد تركتني للالم، مش تركتني من ناحية الانفصال، تركتني للالم. وسفر أشعية 53 آية 10 بيقول سر أن يسحقه بالحزن. كلمة يسحقه واضح معناها في الألم يعني إيه. وفي آية تقول الله لم يشفق على ابنه، فلو قلنا أن هو تحمل الألم بقوة اللاهوت بس، يبقى كأن الناسوت لم يبذل جهدا، وده يقلل من قيمة الثمن الذي دفعه المسيح لأجل خلاصنا.